بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة، حياكم الله مشاهدينا في هذا المساء الجميل. جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة مع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليلة بالاستديو، مواضيع متنوعة مختلفة إن شاء الله تحوز على رضاكم وإعجابكم. اليوم إن شاء الله نحاول فيها تغطية كافة الموضوعات اللي تلامس المجتمع الكويتي، واليوم راح نحارب السكري من خلال لاند مارك، وأيضا راح نمسك القلم والمسطرة لفرع من فروع الرياضيات المهمة وهو الإحصاء، وله تطبيقات واسعة تفيد المجتمع بشكل عام للأمانة. الإحصاء في حياتنا في كل شيء، راح نتكلم عنه هذه الليلة إن شاء الله، ومن الرياضيات إلى رياضة وهواة الخيل راح نشوف ونتكلم عن مزاد فريد من نوعه ولأول مرة يقام بالكويت لمحبي وهواة الخيل. تابعونا الليلة، وأيضا مجموعة لاند مارك مشاهدينا كعادتها رائدة بالتعاون مع وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري. راح نستضيف النسخة الخامسة لحملة حارب السكري في الأول من نوفمبر تزامنا مع اليوم العالمي لداء السكري في 15 من نفس هذا الشهر، مساهمة منهم في خلق الوعي للسيطرة على مرض السكري. والحديث عن هذه المبادرة السنوية راح نسمع تفاصيلها من السيد سايبل باسو الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لاند مارك الكويت. خلنا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع لكم إن شاء الله. We're assembled today to announce the Beat Diabetes Walkathon, the annual CSR activity of the group. Most of you know that the Danmark Group is one of the leading retail and hospitality conglomerates in the GCC and even in some other parts of India. We have been conducting this corporate service responsibility initiative over the last 5 years. This is the fifth walkathon in Kuwait. We do it in collaboration with the Ministry of Health and the Dasman Diabetes Institute. So we are again very, very excited that we shall be conducting it this year. As usual, we'll be doing it on the 1st of November, November being the month which is the Diabetes Awareness Month all over the world, and we have chosen 1st November to the date where we conduct this walk. مشاهدينا، يلعب الإحصاء دورا مهما في تفسير الأشياء الغامضة والمعقدة في حياتنا اليومية، ولأهمية الإحصاء وتعدد تطبيقاته في كافة مجالات الحياة إلى زيادة الطلب على المتخصصين
في هذا القسم أو في هذا التخصص، تخصص الإحصاء، وعن أهمية هذا العلم والفرع الرئيسي من فروع الرياضيات للمجتمع وللإنسانية كافة بشكل عام. معنا اليوم من أهل الاختصاص دكتورة فهيمة العوضي، أستاذ الإحصاء بجامعة الكويت. مساء الخير دكتورة فهيمة، وأهلا مرحبا فيك. يا هلا فيكم. أهلا. طبعا سعيد بلقائي معك، وفرصة طيبة الأمانة أن نقدم هذا التخصص المشاهد الكريم وأهمية الإحصاء. نبي نعرف المشاهد اللي تابعنا الآن أهل الاختصاص والطلبة عارفين المادة، صحيح، لكن اللي يتابعونا نبي نقول لهم شنو هو الإحصاء. أنا قلت في البداية أنه هو مهم في كل بيت، مهم في كل أسرة، في كل مجتمع، في كل حي، في الدولة بشكل عام. اليوم شنو الإحصاء اللي راح نحكي عنه وأهميته في حياتنا؟ والله الإحصاء إحنا دائما نقول عنه هو كل علم، كل مجال في الحياة ما يخلى من الإحصاء. حتى حياتنا اليومية ترى بالبيت أول ما نروح الجمعية نسوي إحصاء على الموجود عندنا وبعدين نروح الجمعية، صحيح؟ وحتى يعني بالمدارس، بالجامعات، كلهم في علم الإحصاء. الإحصاء يتطرق إلى وايد أشياء. يعني إحنا بالنسبة لنا الإحصاء اللي خاصة بالإحصاء التطبيقي اللي نطبق اللي هو نظريات على الموجود. فإحنا مثلاً بالجامعة نأخذ القضايا الاجتماعية، نأخذ القضايا الاقتصادية، نأخذ قضايا التلوث، نأخذ قضايا صحية وقضايا سياسية أيضا. نعم. يعني في كل مجال، حتى الحين في طلب علينا وايد من حتى من الأقسام الثانية، لأنهم يطالبون أحيانا إنه طيب وين التحليل الإحصائي للبيانات اللي عندكم؟ فيلجؤون لنا مرة ثانية يقولون لنا طيب إحنا نبيكم تساعدونا في هذا التحليل. المخرجات والمتقدمين وأيضا الدولة في عملية التعيين وعملية التوظيف ووزارات الدولة احتياجاتها، هذا كل إحصاء. نعم. جميل. اليوم هل ترين هناك عندنا جهة معينة في الدولة، عندنا هنا بالكويت جهة معينة متخصصة في عملية الإحصاء وفعلا تقوم بهذا الدور بشكل الرئيسي المطلوب الفعال؟ احنا بالنسبة للكويت عندنا الجهاز المركزي للإحصاء، وهذا يعني مهمته أنه يقوم في إحصاءات، يعني خلينا نقول يعني ساعات معينة، مو جميع أنواع الإحصاء، اللي هو الجهاز دائما يقوم بالمسح الشامل كل 5 سنين مرة، ويبنى عليه على اللي هو الاعداد الوفي، الاعداد، الاشياء، الاعداد، الوفيات، المنشآت، تقريبا حتى قبل مده كان عندهم ورشه عمل. بس هذا الاشياء اللي هو متعارف عليه صار له سنين. هل هو ممكن يتوسع او هو مقيد ومقنن في هذا الشيء فقط؟ والله حاليا احنا قاعد نشوفه هو مقنن، يعني من اول ما انشئ ونفس للحين نفس الشيء. يعني اقصد انه بقصد انه بس هذه وظيفتك تقوم فيها، ولا هو ما بيفتح المجال اكثر حتى ما يكون عليه الشغل اكبر؟ احنا بالنسبه لنا كم مره نحاول نطرق بابهم. نعم. صراحه نقول لهم يعني احنا كلنا ذو خبره واختصاص. نعم. وكلنا احصائيين وكلنا على درجه من اللي هو احنا طبعا الجهه الوحيده اللي الاعلى جهه الاحصائيه بالكويت بالجامعات، اللي هو قسم الاحصاء في جامعه الكويت اعلى جهه، وهي الجهه الوحيده المخوله انها تعطي شهادات بالاحصاء. يعني ماكو جهه ثانيه بالكويت بالجامعات الخاصه ولا معاهد ولا هذا ان يعطون اي شهاده بالاحصاء حتى لو دبلوم. فاحنا الوحيدين اللي نعطي شهاده بكالوريوس وماجستير. نعم. وان شاء الله بالطريق ان نفتح الدكتوراه ايضا. جميل. وفي عمليات احصاءات الدوله التقارير، هل تلجأ لكم وزارات الدوله، هيئاتها، مؤسساتها؟ إيه نعم والله، يعني يلجؤون لنا وايد. مثلا هي العامة للبيئة لجأت لنا كذا مرة، الهيئة العامة للصناعة، الصحة، وزارات الصحة، الصحة يلجؤون لنا، العلوم الاجتماعية، كل هذول يلجؤون لنا، حتى التربية والتعليم العالي أيضا إحنا يلجؤون لنا. هل تجدين في نتيجة، في متابعة بعد ما يأخذون هذه الإحصائية؟ والله في جهات وجهات، يعني أساس إنه ما نظلم حق، ما نظلم أحد. في جهات مثلاً هي العامل الصناعة يسوون. نعم. مسح صناعي، ومنها من المسح يعطون مؤشرات صناعية وايد مهمة، مثل دراسات الجدوى والقيمة المضافة، لأنهم بناء عليه يأخذون قرارات مهمة. يعني إيش كثر نعطي تراخيص مثلاً، أو إيش كثر نوزع أراضي، ولا نوقف الحين توزيع الأراضي. جميل. هذا كله معتمد على الإحصاء. فهذا على معتمد على الإحصاء، التقارير اللي إحنا نسويهم، فكل سنتين مرة أو 3 سنين مرة يسوون، يعتمد. جميل. طبعاً كان قبل 3 سنين، الحين صار كل سنتين مرة، وجداً متعاونين وجداً يحسون بأهمية هذا المجال. الهيئة العامة للبيئة مثلاً، إحنا عندنا هي العامة للبيئة تعاوننا معاهم في تلوثات، سواء تلوث الهواء أو التلوث اللي هو الصناعي وأيضاً تلوث الماء. احيانا يعني نلمس منهم، هم يعطونا الداتا وما يقصروا، يعني يعطونا البيانات، بس بعدين ما في متابعه نحس فيه من قبلهم، يعني من قبلهم او من هذا، يعني بالعربي دكتوره ياخذون الاحصاء ويحطونه بالدرج، او ياخذون الاحصاء ويفعلونه.
حكم تعاملك الأمانة أنت الآن يعني نتكلم من جانب علمي ومن أمانتك العلمية في هذا الجانب، هل فعلا يفعلون توصياتكم أم فقط هي للمجرد للعرض وللشو فقط؟ عشان نكون يعني صادقة معك، إحنا بالنسبة لنا نعطيهم الأبحاث والنتائج عقب المتابعة هذه، ما إحنا ما نكون موجودين أساس إن أو مش مخولين أنتم في عملية تنفيذ التوصيات. نعم يعني هم ما يشاركون مثلاً، بس في شيء إنهم ما يردون يقولوا لنا تعالوا الحين حسبوا الفرقية ولا خذينا هذه الاستراتيجية كملوا معانا الاستراتيجية هذه، خلينا نشوف الحين تأثير الاستراتيجية. جميل. بنطلق معاش مع أيضا المتعلق في مجالات كثيرة، الإحصاء، الصناعة مثل ما ذكرتي، والبيئة، وأيضا مشاكلنا الاجتماعية ومشاكل أيضا التواصل الاجتماعي والتركيز والشباب اليوم، أيضا في عمليات إحصائية متعلقة بالشباب كيف يقضون وقتهم، هل في اهتمام من الدولة للشباب في هذا الجانب، شنو الإحصائيات، شنو هي المشاكل المستقبلية، ما نفذنا شيء معين. بعد الفاصل أسمع منك الإجابة. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم، لا تبعدون. دكتورة، شنو المشاكل اللي تواجهكم بالميدان كمتخصصين في عالم الإحصاء؟ شنو المشاكل تواجهونها وتبون يعني حلول أو تذلل لكم سواء من الجهات المسؤولة أو من الأسر اللي تتابعنا أو من المواطنين أو من المقيمين؟ إحنا بالنسبة لنا يعني إحنا نعتمد على المعلومات البيانات المتوفرة بالبلد وما نطلب أكثر من كذي. إحنا نبي تعاون الجهات إنه يعطونا البيانات هذه. يعني لما نروح احنا من ضمن المشاريع الموجوده، ولا حتى احنا بالنسبه لنا مشاريع خاصه احيانا تصير، لازم ناخذ البيانات وبناء على البيانات يعني نحللها ونبلورها ونطلع نتائجها. المشكله اللي قاعد تواجهنا ان نروح لجهات معينه وفيها بيانات بس ما يعطونا البيانات. طيب ان ما يعطونا لان يعني احنا دائما نقول لهم بعد ورقه ورسميه طبعا من الجامعه او من احنا، ترى حتى وبعدين يعني راح نعطيكم نتائج لكم انتم، بس احنا بالنسبه لنا نبي بيانات موثوق فيها. يعني دائما الخوف من يعطون البيانات لان يخافون ان احنا نكتشف بالبيانات ان في خلل معين وتروجون هذا الخلل ونروج هذا الخلل، مع ان بالعكس احنا يعني لو نحط مع بعض يعني لان مثلا احنا حتى لو اول سنه في خلل السنه الجايه هم يعدلونه واحنا راح نتكدل في الليله. عمليه الاحصاء عمليه مستمره. النهايه مصلحه منو؟ انتوا اللي تسوون هذا لمصلحه منو؟ مصلحه البلد، وهذا اللي احنا نبيه. يعني احنا قاعد نتطرق الى كل ظاهره من ظواهر المجتمع، نتطرق الى كل المجالات. ليش احنا نبيه بالنسبه لنا ان نكون في مصاف؟ يعني احنا بالنسبه لنا قاعد نسوي ابحاث يعني احصائيه ومنشوره في مجلات معروفه. نعم. ودائما تضاهي الابحاث العالميه، يعني احنا ما لنا اي قصور اقل منهم. جميل. عملت احصائيات عن الماء قبل شوي اتذكر تكلمتي، هل احصائيات عن الماء عن جوده الماء نفسه او احصائيات عن الماء انه ممكن نحتاج الى مصافي اخرى للماء حتى يعني يكون متساوي ومتوازي مع العدد اللي موجود في البلد؟ لا احنا سوينا الماء اللي هو كان اللي هو عن جوده الماء، جوده الماء بوجود المواد اللي فيها، فسوينا اكثر من دراسه بشري. يعني بالدراسه في دراسه طبعا انا بالنسبه لي يعني كنت مشرفه على اللي هو مياه الشرق اللي هو شمال صليبيخات، شرق صليبيخات، الساحل هذا الشرق صليبيخات. نعم. لان في وايد مجارير وفيها وايد ملوثات، فاحنا كان في دراسه طبعا عملها عامل البيئه والاستاذه امل الكندري، ان خذينا كان في يعني نفس البيانات اللي هو مالت الكائنات الحيه الدقيقه اللي اسمها فورمنيفيرا. فقبل في 1997 هذا كانت القراءة الأولية، وبعدين 2006 القراءة الثانية. فبغينا نشوف تأثير المواد هذه اللي قاعد نحطهم، النحاس والكروم وحتى الزنك والحديد على يعني هالمواد، لأن هي طبعا الكائنات الحية هذه بداية الهرم، فإذا هي أوردي الكائنات هذه صار تخلل وصار نظامك، إذا اختلف نظامها راح يختلف نظام الهرم كله. نعم. ووجدنا ان صحيح انك ان الملوثات طبعا غير انها هي موجوده بكثره قاعد تاثر على اللي هو اعداد واحجام الكائنات الحيه. ايش تاثر علينا احنا؟ احنا قاعد نشرب الماء. مو هذا هو، احنا المشكله ان مياهنا مياه مقطره. فاحنا مره سوينا ايضا تحليل على المياه المياه العذبه. وطبعا الهذيل اللي خذيناهم احنا من الهيئه العامه من وزاره الكهرباء والماء. صارت عندنا مشكله ان المياه هذا لما ناخذها اساس العينه اللي يدرسونها الوزاره اللي احنا بغينا نكمل عليها،
ياخذونها من المستوصفات في هناك مجاري من الانابيب الكبيره اللي ياخذونها. احيانا كنا نشوف الرقم مثلا تركيز الملوث نفسه ضارب معانا، فكنا نستغرب ليش يعني هو كل اقول يعني يمكن جهازنا خربان. لا جهازنا خربان ها يعني اسوء الاهتمام، يعني الواحد ما يتمنى انه يكون الماي عنده اللي تالف يعني يشك بالجهاز. لا ان شاء الله لا يعني، فاحنا هم يعني صح احنا ترى احنا انابيبنا محتاجه تغيير اي. وبعدين احنا احيانا يكون تدخل مثلا حتى يحطون تانكيات وتدخل تانكيات وبعدين منها نقيس. وهذا طبعا غلط الاجراء هذا، لان احيانا بالتانكي ساعات يكون راسه مبطل. يعني مره صارت معنا قالوا لنا يعني انا ما شفت حاجه يعني من نفسي، بس قالوا لنا ان احيانا القط يروح يشرب من الماي ويتسبح ويطلع. لا مو يتسبح لا لا يغرق وبعدين يومين، فيومين تصير اللي هو تركيز الملوثات عاليه. طبعا هذا مو دليل ولا هذا يعني، لان الماي جاري على طول. بس اوفر اول احنا المياه اللي ترى المياه العذبه عندنا يعني مياه زينه القابل للشرب، بس احنا شرب زينة. زينة ان شاء الله زينة تعالى ان شاء الله. زين وفق احصائياتك شنو نحتاج؟ نحتاج الى شركه او مصنع تقطير ثاني يقولون، او شنو نحتاج بالضبط؟ تقطير المياه هل هي كافيه اللي موجوده عندنا، ولا نحتاج ايضا الى انشاء محطات تقطير اخرى؟ لا طبعا اكيد احنا محتاجين المحطات. محتاجين. نعم وفق احصائياتكم. وكحصائيات. طيب خلينا نتكلم عن المشاكل الاجتماعيه بالكويت حتى لا يسرق لنا الوقت، ونتكلم عن علاقه الاحصاء فيها. نتكلم المشاكل الاجتماعية، الطلاق، المرأة، التكنولوجيا المتوفرة بيد الجميع، نتكلم على هذا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، ترى شنو تأثيرها علينا وشنو تأثيرها على البلد؟ إيه. والله هذه الدراسة كانت طبعا احنا مجموعة دراسات مع بعض، بس في دراسة كانت الأساسية اللي انا مع الأستاذ احمد الصبر اللي فوزعنا البيانات هذه الاستبانات، وبعدين صارت في دراسات تكميليه على الدراسه الاساسيه. احنا كنا بنعرف شبابنا شلون قاعد يقضون وقت فراغهم، فطبعا نسبه كبيره من الشباب يقعدون على اللي هو الموبايلات والاجهزه الانترنت، اجهزه التواصل الاجتماعي، بس مو اساس ياخذون المعلومه، اساس يلعبون واحساس انه يضيع وقته. وتضييع الوقت هذا ياثر سلبا يعني على التركيز، مو بعد مو على يعني مثلا احنا شفنا انه في تاثير عكسي بين اللي هو ايش كثر واحد يقعد مع على الكمبيوتر اجهزه التواصل والالعاب هذيل على التحصيل العلمي. يعني التحصيل العلمي، الجلوس مع اسرته، مع والدته، مع والده، مع اخوانه، مع خواته، مع زوجته، مع ابنائه. صحيح. يعني كل هذا هو اكيد يعني احنا بس احنا درسناه من ناحيه التحصيل العلمي للطالب. فعرفنا انه قاعد النتيجه شنو كانت؟ النتيجه قال ان التحصيل العلمي قاعد يقل مقدار 20 تقريبا الى 20% من التحصيل من أجهزة التواصل، غير أن أجهزة التواصل تجيب لنا الأخبار الغير موثوق فيها، فأحيانا الإشاعة وأحيانا المعلومة الخطأ واللي هوايد قاعد تصير معانا إحنا كمجتمعنا تتكرر وتتداول بين الناس بسرعة البرق، وعلى ما إحنا نصلح المعلومة نعم ويصبح الشخص سلبي ويطالب بهذه السلبية ويروح مثلا في هذا الاتجاه وهذا التيار. صحيح. فبالتالي يكتشف أنه يبقى أنت انجرفت ورحت مع شيء خطأ ومع شيء خطأ، وتال دائما تصليح الشيء الخطأ ياخذ وقت أكثر من أول شيء نعطيه المعلومة الصح. توصيات هذه الإحصائية شنو كانت؟ توصيات الإحصائية لازم يكون في وعي، لازم الوعي هذا من المدارس ومن الأسر من البيت. شنو مطلوب منهم؟ شو يقولون لهم؟ لا يعني شلون أول شيء لازم شنو تستخدمون المعلومة، وبعدين المعلومة لما تجينا من الواتساب لازم على طول إحنا يكون عندنا مصدر نفس الجهاز نفسه نقدر نتأكد منه بالجوجل أو بالأخبار، في مصادر موثقة بالأخبار أيضا بالإنترنت وتواصل يعني. بس مو شرط إنه أي شيء لنا يكون خلاص نقبله صح أو نسوي له فورورد حق كل الناس. نعم. دكتورة فهيمة استمتع جدا بالحوار معك، أعتقد أن هذا التخصص أو هذا الجهاز نتمنى يكون جهاز مستقل بذات الأمانة، ويكون تفتح له أفرع كثيرة، ما يكون مقنن مثل ما تفضلت بداية الحلقة بهذه الطريقة، إحصائيات الوفيات الله يرحمهم وإحصائيات في شغلات معينة، الكهرباء، العدادات، ما يشون. نتمنى أنها تتوسع أكثر. إذا عندك كلمة في ختام هاللقاء. احنا والله بالنسبه لنا احنا فاتحين ايدينا للمجتمع ككل، كل الجهات وكقسم احصاء، مو فقط انا وزملائي وزميلاتي اللي موجودين وحتى طلبتنا، يعني لان احنا احصاء الاحصاء يعني يخدم جميع الجهات، واحنا من غيرهم ترى ما نسوى يعني. نعم. المعلومه اللي المفروض تجي من عندهم واحنا نحللها. نعم. فنبي تعاون من عندهم، نبي ادراك لقيمه الاحصاء
واحنا مستعدين نساعدهم اي مجال يبونه. بارك الله فيك دكتوره فهيمة العوضي استاذ الاحصاء بجامعه الكويت، شكرا لك. تسلم يا رب. اذا مشاهدينا كل الشكر لضيفتنا الكريمه، مستمرين معاكم ان شاء الله والخيول العربيه بعد الفاصل. الخيول العربية مشاهدينا من أكثر السلالات تميزا في العالم بل ومن أقدمها أيضا، فعلى مر التاريخ اشتهرت الخيول العربية باستخدامها في الحروب وفي التجارة ولتحسين السلالات أيضا. بالكويت عندنا خيول عربية أصيلة بدماء مصرية، السبب في وجودهم واستعدادهم لمزاد متميز راح نتعرف عليه ونعرف على كل هذه التفاصيل من خلال وجود ضيفنا بالاستوديو، وهو صاحب مربط الجمال وراعي ورئيس اللجنة المنظمة لمزاد الجمال للخيل العربية الأصيلة الأستاذ سليمان الريش. مساء الخير أستاذ سليمان. مساء النور يا هلا. الله يخليك طول عمرك، مشكور أخوي راشد. في البداية ودي صراحة أشكر قناة الراعي والقائمين عليها باستضافتي هني، ودي أشكرك أنت شخصيا صراحة أبو تركي، أنت من المتابعين ومصرين على متابعتنا وانشطتنا للخيل العربية الأصيلة. وشكرا لكم استضافتي الحين يمكن مرة ثانية هذه حتى. الله يجزاكم خير. احنا نقول قواكم الله على هذا التميز الأمانة، وهذا شيء احنا نفخر فيه وشيء الأمانة يميز بلدنا الكويت بالدرجة الأولى، وأيضا يميز أيضا أصحاب هذه الهواية أن فعلا عندنا أشخاص يتميزون بهواية جميلة جدا ومميزة ويملكون ما هو مميز ومتميز للأمانة في الساحة في هذا التخصص وفي هذا المجال اللي هو جمال الخيل وأيضا مزادات الخيل. اليوم أستاذ سليمان راح نتكلم على هذا المزاد اللي هو أول مرة يقام بالكويت كمهرجان هذا المزاد، ومشاركين فيه كثر راح نتكلم عنه، لكن في البداية شنو تفاصيل هذه الفكرة ومن هو صاحب هذه الفكرة؟ أخوي راشد طبعا يعني يمكن بس ودي أعلق، طبعا في الكويت ما شاء الله في عندنا خيل عربية كثيرة صارت ما شاء الله الحين، يعني يقولوا لي الشباب الإحصاءات تجاوزت 2000 راس، بل يمكن نوصل 3000 راس داخل الكويت. وعلى فكرة ما عندنا بس الخيل المصري، عندنا هم بعد خطوط ثانية وما شاء الله يعني جيدة وقعت تنافس نعم الخطوط الثانية، وما شاء الله يعني ودي فعلا أني أشكر القائمين عليهم وربينها. بالنسبة للفكرة هذه، هذه فكرة راودتني أنا شخصيا، يعني صار لها يمكن 3 سنين أو أكثر، ولكن الحين شلي خلاها الحين تكون هي بدأت مع حضرتك تطورت يعني تقدر تقول أمانة إحنا يمكن اللي بخارج الهواية هذه يعني ما يدري إن إحنا الكويت صار عندنا حظر على تصدير الخيل العربية من داخل الكويت. يمكن رفعوه من قبل فترة. أنا قلت أعتقد هذا هو الوقت، هذه احتفالية، مهرجان احتفالي أو مزاد احتفالي. نعم. نقول فيه ان الكويت ردت الى السوق العالمية للخيل، هذا احنا رجعنا. ناس وايد يعني تم الاعلان صراحة حتى خارج الكويت، انا تعاملت مع شركتين اجنبيتين. محمد سؤال كذي سريع. نعم. بس شنو مكانتنا عالميا، مكانتنا عالميا بالخيل؟ والله هي يمكن بتركي ما يعني ما في ترى يعني مكانه، ما في ترتيب دولي مثل كرة القدم يعني، ولكن انا اقول لك يعني الخيل مالتنا في الكويت بشتى خطوطها، يمكن وايد عندنا من المربين يقتنون الخيل العربية المصرية، ولكن هم بعد في ناس تانية وايد ناس تبي خيلنا، يعني أمانة كثر اللي كلموني من برا الكويت أجانب وما زالوا خايفين أن الحظر يكون عائق. وأنا أقول لك يعني الحد الحين يعني وصلني خبر من قبل تقريبا أسبوعين أو أكثر أن تمت موافقة فعلا لتصدير أول دفعة كويتية إن شاء الله راح تروح إلى ألمانيا، وهذا كان شيء مفرح صراحة. جميل. نعم. أنا يعني بتكلم عن هذا المزاد لأهميته للأمانة. نعم. وخصوصيته وجماليته بنفس الوقت، لكن خلت أتحكي على شو اللي يميز هذا المزاد عن غيره سواء في الكويت أو بالخليج أو بالوطن العربي.
والله هو أخوي أبو تركي أنا أقول لك هذا المزاد إحنا متأخرين، يعني هذه ما هي فكرة أنا ابتدعتها، هي فكرة موجودة في كل الدول الموجودة والمحيطة حوالينا. المزاد هي 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 طريقة معروفة لتبادل الخيل العربية الأصيلة سواء اقتنائها أو بيعها. فإحنا عندنا ما في بالكويت، يعني ما أقول ما في، صراحة في محاولات خاصة إحنا تعلمنا منها من قبل، ولكن ما في يعني يمكن خصوصيته كون هذا المزاد طريقة التنظيم أو مستوى التنظيم اللي فيه، يعني خلينا نقول كونه يشمل كذا مربط مو بس يمكن مربط أو مربطين، طبعا هم بعد كونه هو قطاع خاص، يعني هو يعني لا هو تبع بيت العرب ولا هو تبع نادي الصيد والفروسية ولا هو تبع أي جمعية نفع عام مثل جمعية الخيل العربية، الخيل المربين الخيل العربية الأصيلة. فبالتالي هذا صراحة خصوصيته، وهذا أمانة عطته حرية إن يسوي شغلات ما يتقيد بي نعم برا الرسميات وبرا بلوائح تنظيمية خاصة نعم بهذه نعم الجهات. نعم إيه والله. هل تشوف بأن يفترض جهة معينة تقوم بهذا المزاد، يفترض أنهم قاموا فيه من زمان، ولا أنت تشوف أن هي حرية شخصية اللي حاب يسوي مزاد يسوي مزاد، ولا أنت شايف أنه لازم جهة رسمية تكون تبنت هذا الموضوع من فترة؟ والله أنا من وجهة نظري أنا أحب كذا جهة رسمية بعد تسوي، يعني أنا أعتقد أن احنا نحتاج بعد أكثر من هذا المزاد. أمانة أنا يعني حاولت في البداية أو أني فكرت في البداية أن أبحث عن داعمين، ولكن بعدين وقفت هذا الفكرة ودعمتها صراحة من مالي الخاص. هذا يعني المزاد الحين من مالك الخاص؟ نعم هذا طبعا احنا عندنا اشتراكات كانت للخيل اللي داخله، ولكن غير كذي يعني ما في أي شيء. أنا صراحة دعمته من مالي الخاص، مو سالفة مالي وهذا، ولكن هو هم بعد على فكرة يعني يمكن لما نية بعدين حق أسلوب التنظيم كقطاع خاص. نعم. يعني قد يكون في بعد ربحية، لأن إحنا فعلا كإدارة المزاد تأخذ 5% من كل قيمة خيل مباعة. عموما أنا بالعموم أبو محمد خلنا إحنا نحكي على موضوع، ليش هذا النفور؟ ليش هذا؟ هل هو خوف من عدم المشاركة؟ هل هو خوف بأن هذا شيء أول مرة خلنا نشوف يا جماعة ينجح ما ينجح؟ شو السبب ان الناس ما تشارك معاكم، الجهات اللي تقصدونها ما تشارك معاكم؟ والله للامانه او تدعمكم يعني. نعم انا اقول لك اخوي، طبعا هو كونه مشروع يعتبر ربحي، لان مثل ما قلت لك نعم على كل بيع 5% في فالجهات الحكوميه طبعا ما تربح، يعني ما تدعم شيء ربحي. نعم. مو بهالطريقه يعني راح يكون، ولكن الجهات الخاصة الشركات الجهات الخاصة يعني شيء، يعني أول مرة يعني الناس كلها تخوفت شنو هذا، هل بيربح هل بيو الناس. وأنا أقول لك أخوي يعني فعلا أنا يعني ما راح أكون زعلان لو كنت أنا مثلا ربحان أو خسران، يعني بالعكس أنا أبي أجرب، حبي للتجربة. وفعلا الشباب اللي حوالي اللي فعلا ودهم ان يسوون، وامانه ترى المنظمين اكثرهم مو اهل خيل اساسا، ولكن يحبون الكويت ويحبون ان يقولون معقوله احنا نسمع في المملكه في 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 دبي ما شاء الله هذه المهرجانات او هذه المزادات الكبيره، وهني ما في، رغم ان احنا نسمع ان في خيل زينه ونسمع عن فحول واسم فحل وهذا، فليش خلينا نسوي. وهذا جت الفكره، وامانه يعني ترى المزاد عقب باكر نعم. يوم الجمعة إن شاء الله، إن شاء الله يوم الجمعة. بما أنك ذكرت أي ساعة؟ إن شاء الله راح يكون بعد صلاة العشاء، يعني من 6:30. إذا الله سهل يوم الجمعة، ترى حتى في عندنا يعني أماكن للعوائل للي يبي يشوف أسعار الخيل. المكان أبو محمد وين؟ المكان الله يسلمك في صبحان اللي هي اسطبلات المسيلة. نعم. في نادي المسيلة للفروسية. وفي علامات راح تكون موجوده هناك. جميل. في شاشات عرض، في عمليه تذكره للدخول، الدخول مجاني.
الدخول مجاني اخوي ابو توكي، بينما المضاربه، والمضاربه انا قصدي المشاركه، انك ممكن تشتري حصان داخل، احنا مسوينه بالطريقه المزادات الموجوده عالميا واقليميا بعد، اللي هو طبعا انك لازم تشتري مضرب، وهو تعتبر يعني لافته فيها المضاربه هو مضرب. أي حتى اللي مو بالخيل هذا يعني يعرف السالفه انه لا, لا يروح بذاك الراية، المضاربه هو مضرب يشتريه اللي نشوفهم احنا بالافلام والمزادات معها العصا هذه الخشبه هذه يرفعها. نعم. ما ندري شنو هذه سالفته. اي هل تشوفه بالافلام ان شاء الله راح تشوفه بالكويت الحين ان شاء الله يا رب. يعني هو عباره عن شنو؟ هو طبعا تامين، لما تدفع تامين، وهو طبعا هو مقياس لجديه اللي يرغب بالشراء. نعم. فياخذ هذا المضرب، واحنا تامينا 500 دينار، فبعدين يقدر انه يشارك ويشتري. طبعا هني ليش الانشورنس هذا او ليش التأمين هذا؟ طبعا هذا معناته إذا أنت شريت فعلا وما سددت فهذا التأمين رح طبعا ينخصم عليك. ولكن طبعا أهل الخيل عارفين هذا النظام، النظام جدا طبيعي، يمكن ما مارسنا وايد بالكويت. أنا أقول للأمانة وهم أرجع أقول ترى في مزادات صارت، وأنا أشكرهم كل الشكر صراحة هالناس اللي حتى سوت مزادات في ميزانيات ضعيفة. يا أخي يبي يسوون شيء، يعني يبون صح. يبون يحطون علامة. أنا بطلع فاصل محمد، بس هالرفعة هذه الوحدة كم عليها؟ إذا تحت 5250، إذا فوق 5000 500 دينار. هالرفعة هذه 500 دينار. 500 دينار يدق بالك الحين، حسبت عليك ألفانة. لا أنا بقولك يا ليت جايبها معاي كل سبق لنهاية الحلقة. شاهدين فاصل وراجعين لكم إن شاء الله بعده. قاعد نشوفه وقاعد نعلق يعني على الفيديو مشاهدين انا واخوي الاستاذ سليمان الريش محمد، ان هذه الخيول يقول هذول اجداد، ترى قاعد اقول هذول موجودين بالمزاد، قال لا يبا هذول موجودين بالمزاد ما يصير مزاد، انت بس تقعد طالع تستمتع. نعم. يمكن ذيلا اذا حاب تعلق عليهم ابو محمد وتوضح للمشاهد الكريم الصور اللي شفناها او الفيديو. نعم. هو طبعا يمكن اهل الخيل عارفين هذه الصور، يعني في البدايه هذه شفنا اجداد اللي موجودين الخيل عندنا، وبعدين يمكن الابهات يعني تي مثل انسات حليم شاه، بعدين في صوره حق انسات حجازي وهو موجود حاليا، الحين الاخوان قاعد يجهزونها راح نعرضها مره ثانيه. ايوه وبنته عندنا موجوده في المزاد، يعني الحين الصور اللي عرضناهم ذيلا او الفيديو اللي عرضناه سلالتهم موجوده عندنا هنا بالكويت، موجوده. نعم. ابنائهم ولا موجودين. نعم. عندنا وفي بعضهم موجودين، يعني مثلا تكلم على سنان الغيان، تكلم على حجازي موجودين، يعني سنان الغيان تم بيعه بس مؤخرا. نعم. ولكن موجود وكان موجود بالكويت لفتره طويله. الظاهر في احد الاخوان يبي يسال عن خيل وشيء ذاك او يبي يشارك بالمزاد، نقول بعد اللقاء ان شاء الله شوي، بس خلي نخلص لقائنا وان شاء الله ان شاء الله. ولا في يعني بس الفيديو يدرج من
الأجداد وإلى الخيل القديمة وبعدين الأجدد والأجدد. طيب ما هي المرابط الكويتية اللي مشاركة معنا وهل في مرابط خارج الكويت مشاركة أيضا؟ والله يعني في ناس من خارج الكويت فعلا طالبت أن تشارك وأنا يعني أمانة يعني تفاجأت في هذا الموضوع ولكن يعني زين ما أخذ دعاية المزاد حلوة يعني. والله الحمد لله الحمد لله وأنا ما أخفي أن هم بعد أن المرابط المشاركة وأصحابها لهم سمعاتهم وهم هذا وشاركوا وحتى الناس اللي ما شاركت وحابة الفكرة صراحة للأمانة يعني أنا قبل لا أذكر حتى المرابط المشاركة ودي يعني اعتذر من كل المرابط اللي كان ودها تشارك وما شاركت ولكن شنو أقول يعني المزاد يعني ما هو مهرجان فإحنا محدودين بوقت معين وأماكن معينة فما أقدر أني أفتح الموضوع فأنا بدأت من ناس أنا أعرفها بخيل أنا يعني ساعدت في اختيارها طبعا مع أصحابها وهم بعد يعني ناس أنا صراحة لي علاقات شخصية نقدر نتعرف على هذه المرابط نعم عندك طبعا مربط أجمل مربط الجزيرة مربط الجمال اللي أنا أملكه أيضا مشارك في في شيء نعم. راح تبيعه يعني نعم إيه أنا منزل غاسين وفي مربط العاديات مربط المعالي مربط النواصي مربط المبارك مربط الشرق مربط الغاية مربط الصافنات خارج الكويت يعني مثل ما قلت لك أنا قلت هذا كويتي يعني نعم ما في ما إن شاء الله بالمستقبل يتوسع إيه هذه خير الكويت احنا نبي لا بحطها ان هذه احتفاليه ان احنا رجعنا فما ابيع انتم خيولكم كنتوا قاعد تبيعونها طول هالفتره يعني ما بيكم تنافسون احنا اللي تونا راجعين يعني نعم. ان شاء الله ان نقدر نرجع حق السوق العالمي ونصدر خيلنا مره ثانيه ان شاء الله. هل في شروط للمشاركه او اثناء المشاركه في شروط معينه يعني هل اللي دخل خيل المزاد خلاص ملزوم بالبيع ايا كان السعر ام اذا اعجبه ما اعجبه السعر خلاص يقدر يقول والله انا ما ابي ابيع شنو شروطكم؟ والله هي الطريقة آلية المزاد أن كل صاحب مربط يعني محدد قيمة أدنى للخيل مسبقة وهذا بنظام المزادات العالمية يسمونه ريزيرفز. معلومة للجنة التحكيم معلومة للعامة أم معلومة هذا الموضوع ما يعرفه أمانة إلا أنا شخصيا نعم. هذا الأسعار وراح يعرفها الدلال في وقتها نعم. في وقت المزاد فقط يعني أقول لك يمكن حتى الأعضاء أعضاء التنظيم ما يعرفون هذه المعلومة إذا يجب أن تبقى هذه المعلومة سرية سرية جدا نعم, نعم. وتعطى للدلال في وقتها وبالتالي يعني إذا تجاوز المزايدة تجاوزت هذا السعر فيتم البيع إذا ما تجاوزت فبالتالي يعني راح ترجع الفرس. أنا يمكن فتحت بعد نظام إن شاء الله أكثر بموافقة أهل المرابط جزاهم الله خير إن يعني خلينا نقول إن إحنا كنا قراب أو شيء فهم بعد راعي المربط إن شاء الله راح يكونون موجودين ويقدر هم بعد إذا يبي يتنازل أكثر في وقتها إن شاء الله يكون يتم البيع بعد. جميل. هل في مثلا الآن اللي تابعنا من دول الخليج حاب أنه يشارك معاكم في هذا المهرجان ويشتري من هذه الخيول يقدر يحضر ويزايد ويشتري ما في مشكلة؟ حياه الله حياه الله بالعكس احنا ودنا ان تكثر هذه المشاركات اكثر مثل ما قلت انا يمكن مسبقا نبي نقول ان احنا رجعنا طبعا انا ودي بعد اهل الكويت يستفيدون اكثر لان امانة الخيل اللي احنا منقينها يعني خيل جدا مستواها جيد يعني احنا ما احنا ماخذين شيء نبي نصرفه نبي ناخذ شيء مستوى زين نعبر فيه ان هذه خيل الكويت الجميله اللي نبي الثانيين او المربين في الدول الثانيه وفي الكويت اولا انا عند المربي الكويتي صراحه اركز عليه اكثر انه يقتني مثل هذا الخيل ما في يعني شروط اكثر من الشروط التربيعيه طبعا انه يكون انسان راشد يعني يملك قراره ويقدر ويدفع هذا التامين ويدفع هذا التامين جميل. ويشارك حتى ما في ريستركشن على الجنسيات اهل الخليج بالعكس نتمنى وجودهم وعلى فكره راح يجون يعني انا على حسب الاتصالات وبالنسبه للنساء ايضا من محبي الخيل هل تقدر تشارك ايضا وتقتني وتدفع تامين وتقدر تزايد الامور هذه هي وترى عندنا مربيات ما شاء الله في الكويت يعني موجود إيه موجودين وحياهم الله طبعا نعم استاذ سليمان يعني
إذا حاب تقول يعني مطالبة مناشدة في هذا اللقاء في ما هو متعلق في هذا الخيول، بس أتعرف على فئاتها بشكل سريع وعددهم. الخيل المشاركين هم 25 راس طبعا. الفئات خلينا نقول الفئات العمرية بكل الفئات العمرية، يعني في عندنا أفراس لقح، وفي عندنا يعني مهرات، وعندنا مهور، يعني الفئات تقريبا كلها نوعا ما موجودة. يمكن الفحول ما عندنا وايد، يمكن عمر يقارب إلى عمر الفحل، ولكن ما في فحول وايد. وأنا أعتقد هذا استجابة للسوق، الناس أكثر شيء تبي الإناث من فلوات ومن أفراس، فأنا ركزت أكثر في هذاك الصوب بمساعدتهم بعد أصحاب المرابط جزاهم الله خير. يمكن وايد شديت عليهم، وايد شو اسمه سامحوني، لكن مصلحتهم يعني شو اسمه، ولكن ان شاء الله يعني ان شاء الله انه يكون. وانا يعني ما في مناشده اخوي بوتركي، بس يعني انا كلمه فيني ختم هذا اللقاء. اي والله يعني كلمه شكر صراحه للجنه التنظيميه اللي ترى اليوم انا قاعد اكلمكم قاعد يشتغلون الحين في نادي المسيله. يعني اقول لك هذيل فعلا ناس نبي نقول لهم شكرا، لأنهم يعني دشوا معاي وقعدوا ينظمون من غير أي عائد مالي لهم. ترى النظام جدا تطوعي، ولا واحد منهم ماخذ شيء، مجرد حبهم للفكرة، ممكن هم بعد رغبة في مساعدتهم لي أنا شخصيا. نعم. وهم بعد شكر لي أهل الخيل المشاركين، واعتذار مرة ثانية حق الناس. نعم. اللي مشاركت، ووعدهم إن شاء الله قدام إن شاء الله إذا هذا نجح إن شاء الله راح نوسع النطاق، نستخدم مرابط ثانية ودماءهم بعد إن شاء الله ثانية. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. يوم الجمعة الانطلاقة الساعة 6:30 إن شاء الله في والدعوة عامة في المسيلة، في نادي المسيلة. نعم. نادي الفروسية في المسيلة، في نعم. في اسطبلات المسيلة اللي هي صبحان اسطبلات. الدعوة عامة والكل حياها. بارك الله فيك أستاذ سليمان الريش، رئيس اللجنة المنظمة لمزاد الخيول العربية الأصيلة، شكرا لك. أبد حياك الله، مشكور. إذا مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الكريم، ومبروكين على هذا المهرجان الذي يقام لأول مرة في الكويت، إن شاء الله يستمر ويكون على أكبر وأوسع وأشمل. والشكر موصول أيضا لهذه الكيكة الجميلة والمميزة كأصحاب الأمانة من الشركة الكويتية لخدمات طيران كاسكو، بارك الله فيهم، بمناسبة يعني أرسلوا لنا هذه الكيكة مناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق تلفزيون الرأي. شكرا لكم، ما قصرتوا ولا غريب عليكم هذه المساهمة الجميلة في هذه الأفراح المميزة المتعلقة بتلفزيون الرأي. شكرا لكم، وترككم مشاهدينا الشكر موصول لكم، تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان، وترككم مع هذا التقرير الخاص لمعرض المنتجات الفلسطينية في أرض المعارض، الأجبان الجميلة وأهم شيء زيت الزيتون. نشوفكم على خير إن شاء الله، وترككم مع هذا التقرير، فما الله. عشان مثل دولة فلسطين بالنسبة لشغلنا اليدوية بفلسطين. هلأ أنا شغلي بتعلق بالتطريز والإكسسوار اليدوي اللي بيختص باللبس التراث تبعنا، مع أنه يكون ماشي للجيل الجديد أنه ما يخلص هذا التراث، فكله مع حجار شوروفسكي، وطبعا مع حجار أصلية، وكل قطعة بتمثل إشي. فهذا الشغل كتير عندنا بفلسطين ماشي، وبنحاول إنه نشرحه. احنا رسالتنا هون إنه ننشر الثقافة الفلسطينية تبعت بلادنا بالكويت، ونعرفها بكل المجتمع الموجود بالكويت، سواء مواطنين أو مقيمين أو غيرهم جميع الجنسيات، إنه يعرفوا شو هي فلسطين عن طريق الفن والأدب والتحف والنشاطات الموجودة عندنا عن طريق.
جود خوري مصممة أزياء من فلسطين من بيت لحم تحديداً. أنا في البداية بصمم لفرقة دوبان اللي هلأ عم نسمع العرض تبعهم. إحنا موجودين بالمجلس الوطني بالكويت، مبسوطين كتير لوجودنا هون ولمشاركتنا لأول مرة من فلسطين بدولة الكويت.